هذا البرنامج برعاية الإعلاف هيرمان، خبرة ألمانية بأيدي مصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. صناعة الدواجن في مصر صناعة قوية جدا، وده مش مجرد كلام. لو جينا نشوف احنا استهلاكنا اليومي من اللحوم البيضاء البروتين الابيض الارخص سعرا المناسب للمستهلك المصري، بنشوف ان في عملية تداول كبيرة جدا، بالرغم ان احنا دايما بنتكلم ان لازم يكون في تطوير وتحديث لعملية تداول الدواجن في مصر، لكن صناعة الدواجن هي صناعة كثيفة العمالة، بتستوعب رأس مال ضخم، صناعات مغذية أخرى كثيرة مرتبطة بيها. ولو جينا نتكلم على التربية المنزلية هنلاقي إن هو ده نوع الخير اللي موجود داخل الريف المصري. أزمة حقيقية هاجمت صناعة الدواجن عام 2006، وهي أزمة إنفلونزا الطيور. تخيلوا إن إحنا فضلت مصر سنين طويلة من عام 2006 بنتكلم إزاي هنتخطى هذه الأزمة وإزاي نقدر نحلها ونتعافى منها، إلى أن تم الإعلان مؤخرا عن أن مصر بها منشآت خالية وتم اعتمادها خالية من إنفلونزا الطيور. ده في حد ذاته نجاح كبير جدا، لأنه بيفتح لنا أسواق جديدة للتصدير، بيبقى فيه نموذج أن احنا المفروض نتوسع فيه في مصر. النهاردة وزارة الزراعة بتقدم تيسيرات وقروض جميلة جدا لتحويل العنابر المفتوحة إلى عنابر مغلقة، وده من شأنه تطوير صناعة الدواجن في مصر. النهاردة أنا عاوز أتابع مع حضرتكم هذا الملف، هنتكلم فيه على بعض النقاط الأساسية: الأمان الحيوي، المعاملات داخل عنابر الدواجن، دور برامج التحصينات للوقاية من الأمراض، وإيه هي محددات نجاح برامج التحصينات. أنا ممكن النهاردة أستخدم نوع من لقاحات ويحصل عندي الإصابة، هل المشكلة في اللقاح نفسه ولا المشكلة عندي في الخطوات اللي أنا بتبعها أثناء عملية استخدام اللقاح أو الأمان الحيوي داخل المزرعة؟ أنا بيشرفني وجود الدكتور أحمد ماهر، أستاذ مساعد بالمعمل المركزي للرقابة على اللقاحات البيطرية. برحب بحضرتك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بيك، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين. كل عام وحضرتك طيب الأول. وأنت بالصحة والسلامة، ربنا يخليك يا رب. ليه دايما في مشكلة داخل عنابر الدواجن؟ بنتكلم على العدوى بعدد كبير جدا من الأمراض، إذا كانت أمراض معوية وتنفسية، ده في أمراض بتسبب حالة من الهياج داخل القطيع. إيه السبب؟ والله لو جينا نتكلم عن الدواجن أو صناعة الدواجن بصفة عامة، هي هنلاقي لها ثلاث محددات، اللي هي الأمان الحيوي والتحصينات والعلاج. لو تم فشل أي حاجة من الحاجات ديت، سواء أمن حيوي أو اللقاحات أو العلاجات، هنلاقي أن المنظومة كلها بتقف. الأمن الحيوي، نتكلم أول حاجة عن الأمن الحيوي. الأمن الحيوي هي الاشتراطات والإجراءات المفروض تتوفر في المزرعة عشان أمنع دخول المسبب المرضي لمزرعة الدواجن. تمام. فلو جينا خدنا مثلا الليمون دولت في رياح الخمسين أو كده أو أتربة، ده مصدر كبير جدا من مصادر دخول العدوى لمزارع الدواجن. طب لو بدناها من الأول خالص، مصدر العدوى الأساسي من الأول خالص هي الأمهات. لو الأمهات مش سليمة، لا يعني أنا عايز دلوقتي أفرق ما بين حاجة، رياح الخمسين والأمهات، ده ملف وده ملف. ده ملف وده ملف. انا قبل ما اتكلم عن الامهات، لان الامهات دي ملف كبير جدا، انا بشتري منين الكتكوت بالظبط؟ العنبر ده عنبر معتمد ولا مسجل ولا مرخص؟ بيشتغل ازاي بالظبط؟ طيب انا بقى يعني حضرتك اللي قلت وغششتني السؤال،
احنا مرينا بظروف جويه صعبه والرياح ال 50 وفي ظروف جويه متقلبه حتى في هذه الفتره. تمام. نعمل ايه وايه الاضرار السلبيه ليها؟ هو طبعا طبيعه التربيه في مصر 80% من مزارع مصر هي عنابر مفتوحه. طبعا دي عرضه اكتر للاتربه والرياح ودخول المستويات المرضيه اكتر بكتير جدا من المزارع المغلقه. لو جينا قارنا معدل الاصابه بالامراض في المزارع المغلقه بالمزارع المفتوحه هنلاقي كبير جدا شتان. ودليل على ذلك هو نجاح الكائنات الكبيره اللي بتطبق معايير الامن الحيوي كويس جدا، معايير التحصينات كويس قوي، العلاجات عن طريق الاجسام المناعيه او كده، بالمقارنه بالمزارع العاديه ال 5000 ل 10000. هل هي طبعا دور الشبابيك المفتوحه، الزوار، دخول الزوار وخروجهم، عدم تطهير الايدي، عدم تطهير العمال نفسهم، عدم خضوع العمال دولت للمعايير اللي تخص الامان الحيوي كامله. يعني انا بشوف العنابر المفتوحه العامل بيدخل ويخرج، ممكن يخش من مزرعه لمزرعه في يوم واحد بنفس الملابس اللي هو بيرتديها، فدي في حد ذاتها نقل للعدوى داخل العنبر. انت لو دخلت مكان فيه اصابه باحد الفيروسات خلاص انت خلاص نقلته للعنبر او للمزرعه الثانيه اللي انت رايح تشتغل فيها. عشان كده دايما بنقول تحويل العنابر المفتوحه الى عنابر مغلقه. كنا الاول عندنا حلم ان هي تبقى شبه مغلقه، لا النهارده في الامكان ان هي تبقى مغلقه عشان نقدر نطبق الامان الحيوي. العنابر المغلقه هتبقى مكلفه عليهم؟ هي لو حتى مكلفه هي بتلم حقها في خلال دور او دورتين. هنيجي على سبيل المثال موجة موسم الصيف جاي علينا، حاجه لو مثلا الحراره طلعت فوق ال 40 درجه والعنابر ديت ما هياش مغلقه، ما هياش فيها تكييفات بمعايير صحيه كويسه جدا، بيجي احتباس حراري للفرخه. تمام. فممكن يجي من 10000 فرخه يجي اصابه 2000 3 فرخه، بتكلف حوالي 70 جنيه او 80 جنيه فرخه بياض، فهيحصل عندي نفوق كبير جدا. الخساره ديت لو هو حولها لتكلفه يبني بيها العنبر المغلق هتلم حقها في خلال، يعني انا اقلل النفق اللي عندي والخسائر اللي عندي واعمل عنبر مغلق علشان بالزبط. اقلل من المخاطر والخسائر دي، خسائر بالظبط. طيب حضرتك قلت نقطه مهمه قوي، الامهات. تمام. ايه السبب؟ اغلب الامراض اللي بتيجي للقطعان التسمين بيكون مصدرها رقم واحد الام. الام لو عندنا ام خاليه من الامراض بنسبه كبيره مش هتورث المرض دوت للكتكوت، فهي اول مصدر من مصادر العدوى للكتاكيت هي الامهات. على سبيل المثال في بعض امراض بتنتقل من الام للكتاكيت زي الميكوبلازما والسالمونيلا والسودوموناس، هي كل الحاجات ديت بتاثر جدا على تحويل الكتكوت في عمر اسبوع. التحويل في اول عمر في الشورتج في التحويل في اول عمر دوت بينعكس عليها بالسلب في عمر البيع. ممكن مثلا الجرام واحد بيسمع 10 جرام في البيع بعد كده. فطبعا كل ما يكون الكتكوت خالي او شبه خالي من الامراض اللي جايه من امه بضمن تحويل كويس في اول اسبوع، وبالتالي انعكاس لتحويل العلف بينعكس دوت بزياده في الجسم بقى في عندي معدل تحويل اعلى. اعلى برضو الكتاكيت البياض، لو انا جاي الكتكوت نفسه اللي هيبيض جاي من ام سليمه هنعكس برضه دوت على التحويل بتاعه، التحويل بيعكس اللحم وبعد كده بنحول لبيض. فممكن في امراض بتصيب المبيض بتخلي الانتاج الفرخ البياض نفسها قليل جدا عن الاخرى اللي هي السليمه. صح. طب انا لو جيت اقول اختيار الكتكوت يبقى انا لازم كده بتعامل مع المفرخ. تمام. او المعمل اللي احنا بنسميه كده يكون معتمد، ده مرخص ليه؟ دي نقطه ثانيه بقى. لو انا عندي الامهات سليمه، تمام كده انتقلت لنقطه ثانيه، عند الام سليمه ما فيهاش اي امراض، هل معمل التفريخ بتاعها تابع للشركه ديت؟ هل معمل يتبع الاجراءات الامنيه او الامن الحيوي بصفه سليمه ولا لا؟ ممكن البيض خارج من المزرعه بيض كويس سليم شبه خالي من الامراض. تمام. يخش المفرخ في بعض الامراض تنتقل عبر البيضه قشره البيضه للكتكوت جوه. بعض منها بيعمل موت مبكر للاجنه او موت متاخر، وبعض منها بيفضل مع الكتكوت لحد ما الفرخه ما البيضه تفقس. يبقى اصبح الكتكوت فيه امراض جايه من المفرخ والام بريئه من الامراض ديت. تفضل برده مع الكتكوت لحد اول اسبوع او اسبوعين الى ان يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خالق القشره بتاعت البيض دي بتتنفس. بالظبط. فهي حتى في داخل المفرخ ممكن تنقل اي عدوى. تنقل اي عدوى طبعا، في ثقوب فيها صغيره جدا، بس الثقوب دي بتسمح بدخول بعض الباثوجين او بعض المستويات المرضيه زي السالمونيلا والسودوموناس بتنتقل من المفرخ للكتكوت تفضل معاه اول اسبوع او اسبوعين. فديت بتسبب برضه مشاكل كبيره جدا. فبرضه بعض الشركات بيكونش او الشركات الصغيره مش بيكون عندها مفرخات، فبيضطر يفرخ في المفرخات بالايجار
بيفرخ له ولغيره طبعا. فبالتالي بياخد العدوى من المفرخ، والاخر بيتم اتهام الامهات ان هي اللي فيها العدوى. يبقى انا لازم يبقى عندي تطهير دائم لهذه المنشات. بالظبط كده، ولازم يتم بصفه دوريه طبعا، بصفه اضمن ان المفرخ ما فيهاش اي حاجه، مساحات كل يوم تقريبا من البيض ومن الستر، عشان اضمن في كل مراحل ال 21 يوم اللي هيتم في الهاتش دوت يكون خاليه من اي مسببات مرضيه. ممتاز. حضرتك قلت لي ثلاث محاور اللي احنا بنعتمد عليهم في مصادر العدوى في الدواجن، قلت لي الامان الحيوي والامهات، وايه تاني؟ هو الامان الحيوي دوت رقم واحد، رقم اثنين التحصينات، ايوه، رقم ثلاثة العلاجات. المحور الاول دوت اللي هو الامن الحيوي، قلنا فيه جزئين اللي هو الامهات ومعامل التفريخ. يبقى الامن الحيوي امهات ومعامل التفريخ. لسه في حاجات طبعا كتير جدا زي لو مثلا اللقاحات الحيه نفسها. انا عندي قطيع كويس في الكتاكيت وجيت حصنته لقاح حي، اللقاح الحي دوت في اوقات بيكون هو نفسه مصدر العدوى. لان اللقاح الحي ببساطه هو صوره مصغره من المرض. تمام، صوره مصغره من المرض. هو بالظبط هو فيروس تم استضعافه عشان خاطر نعمل بيه تحصين للفراخ يحميها لما تيجي العدوى الاساسيه. تمام. طب لو انا حصنت بطريقه غلط او التحصين تم بشكل غير ملائم للبيئه اللي عندي، ممكن الفيروس ده يتحول كونه عدوى. ايوه. بمعنى ايه؟ انا حصنت وعندي عدوى مثلا مايكوبلازما، الفيروس اللي انا حصنته زي مثلا اي بي، لقاح الاي بي او لقاح نيوكاسل، بينقلب بدل ما هو بيحمي الفراخ يبقى مصدر عدوى للفراخ. فاذا كده من ضمن الحاجات اللقاحات الحيه نفسها لازم يكون اللقاح الحي بيتم وفق برنامج ومعايير تتم. بس اللقاح الحي انا عشان احصل عليه لازم يكون جاي من مكان موثوق فيه، ده شركات، واحنا عندنا صناعه اللقاحات في مصر هي صناعه مشرفه جدا. اه طبعا. فمعنى كلامك ده ان انا لازم انتبه للمصدر اللي بشتري منه اللقاح، المصدر اللي بشتري منه اللقاح وتوقيت اللقاح نفسه طبعا. بيتم طبعا معايره اللقاحات في المعمل المركزي للرقابه على اللقاحات البيطريه. لكن النقطه بتكلم فيها هو استخدام اللقاح نفسه، لو المربي ما استخدموش ضمن معايير الطبيب البيطري صح، هيتم تاثير عكسي للقاح دوت، بدل ما هيفيد الفرخه هيضر الفرخه. بمعنى ايه؟ ممكن اجي احصن لسوتا او حاجه ضد نيوكاسل كل اسبوعين، المربي يخاف فيحصن قبلها مثلا عند اليوم الخامس. انت كده بتعمل تعادل للمناعات، فبدل ما تحمي الفرخه لا، ده انت بتقلل مناعتها. احصن في وجود عدوى بكتيريه ثانيه زي الايكولاي، فدي بتهيئ اللاسوتا او الاي بي بيهيج الجهاز التنفسي، والعدوى دي بتكون موجوده في الجهاز التنفسي. فبدل ما احمي الفرخه لا، هقول في تظاهر طشمه عندي في الفراخ بعد ما حصنت. ايوه. فدي رد فعل تحصين. فاللقاحات الحيه سلاح ذو حدين، لو استخدمناها صح هتبقى معايا، لو غلط هتكون ضدي واسوأ من اللقاح نفسه. طب انا عايزك تكلم المربي دلوقتي، المربي اللي عنده عنبر في قطيع، ايه المعاملات اللي هو لازم ينتبه ليها وينفذها بقى يشتغل بايدي؟ انا عايز بصراحه اخرج من الدور البحثي والعلمي واخد البحث العلمي اللي حضرتك بتتكلم عنه والمعلومه دي، واقول للراجل تعالى طبقها بايدك في العنبر بتاعك، المطلوب ايه؟ هو البحث العلمي لما تطبقش في خدمه المجتمع يبقى كده ما لهوش لازمه طبعا. المشكله ان احنا بنفصل البحث العلمي عن الحقل. ايوه. المفروض انا مثلا لو اتكلمنا عن مجال الدواجن، انا راجل النهارده حصن في عنبر 10,000 مربي صغير، قبل ما احصن المفروض ما احصنش عمياني، لازم اول حاجه اودي عينه للمختبر البيطري او معامل وزاره الزراعه، اكشف لي على القطاع دوت هل هو ما فيهوش اي حاجه عشان حصن صح ولا لا. والله ما فيهوش اي مؤثرات ثانيه حصن، لكن لو في اي مؤثرات ثانيه يعني محصنش. حضرتك تقصد ان انا يبقى عندي خريطه وبائيه للامراض اللي موجوده في هذه المنطقه وفي نفس العنبر كمان، يعني انا مثلا تم الاعلان عن منشات خاليه من انفلونزا الطيور. تمام. فما عنديش انفلونزا الطيور في المنطقه دي، فما اروحش احصن ضدها لان هي مش موجوده اساسا. بالظبط. صح. هي برضو مش بالصوره ديت، هي لازم تكون القرار اللي جه لمصر هو خلو بعض المنشآت من انفلونزا الطيور وليس خلو الجمهوريه بالكامل. لا انا بدي مثال، يعني انا بالزبط. المنطقه اللي بتاعتي محافظه القليوبيه مثلا. تمام. معروف ان هي ما فيهاش مثلا، انا مش عارف الامراض. نيوكاسل معروف ان انا في المنطقه بتاعتي دي ما عنديش الاصابه بنيوكاسل. تمام. فما حصنش ضده. والله بص، هو في بعض الامراض ليها لقاحات ميته، فلو احنا عملنا لقاح ميت مش هضر لو حتى مش مرض، لكن لو مثلا خلو المنطقه من الاي ال تي ده لقاح حي. تمام. خلاص ممكن ما حصنش ضده. مثلا مناطق زي الوادي الجديد ومطروح دي مناطق فيها كثافات تربيه قليله جدا جدا، وفعلا هم مش بيحصنوا اي ال تي، فممكن ما دخلوش. لو دخلته انا لوحدي في المنطقه ديت هيضطر كل العنابر اللي حواليا
صح تدخله او اكون انا مصدر للعدوى ليهم، كلفتهم وبقيت مصدر للعدوى عدوى. ودخلت مرض جديد، فانا لازم اتابع مع الطب البيطري. كل مربي عنده مديريه طب بيطري في المنطقه بتاعته بالزبط. وعنده وحده بيطريه، يا ريت نزورهم يعني، ما نشتغلش من نفسنا. وبعدين في السنوات الاخيره وزاره الزراعه قامت بدور مهم قوي، منح ترخيص مؤقت او تشغيل، منح ترخيص تشغيل مؤقت للعنابر. يعني معنى كده ان انت مسجل معروف مكانك، تعال تابع معايا واستفيد بالمعلومه. انت النهارده بدل ما تشتري عدد كبير جدا من اللقاحات انت مش محتاجه وهتضعف بيه مناعه القطيع، انا بغش من الدكتور احمد على فكره، هضعف بيه مناعه القطيع، لا انا اشوف ايه الخريطه الوبائيه للامراض المنتشره في هذه المنطقه واشتغل عليها، يبقى انا كده بصرف فلوسي في المكان السليم وبحافظ على القطيع. استاذ مسلم من الدقهليه اتفضل. مسلم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذنا؟ اهلا وسهلا بحضرتك. بالنسبه لل انا عايز اعمل مزرعه صغيره، أيوة. برخ دواجن بيضة تمام صغيره تمام. انا عايز اعرف ايه الشروط المطلوبه فيها وامتى اواجد اللقاح وايه المطلوب فيها يعني. انا بس عايز اسال سؤال. اتفضل. انت لسه هتنشئ المزرعه صح؟ تمام. فلسه يعني مش هنتكلم عن اللقاحات من دلوقتي، انت عندك مكان القانون يسمح فيه ان انت تبني عنبر دواجن؟ انا عندي موجود المكان على ارض زراعيه. على ارض زراعيه. مش هيتوافق لك؟ لا، ما انا معايا تصريح، انا معايا تصريح مباني. طيب يبقى بص هتعمل ايه. بكره الجمعه ان شاء الله يوم الاحد روح اداره الانتاج الحيواني وقدم طلب، قول لهم انا عايز اعمل عنبر هنا. تمام. وشوف الاجراءات اللي هتتم ايه، وبعد ما تعمل العنبر احنا معاك بقى في كل خطوه، انت معاك رقمي ورقم المعدين. عايز تعرف تشتري ازاي الكتكوت من مكان موثوق فيه، عوامل او اسس التربيه، هتلاقي كل المتخصصين بيتابعوا مع حضرتك ومجانا. بس الاول بكره أو يوم الاحد ان شاء الله روح اداره الانتاج الحيواني وقدم على طلب للمزرعه. تمام. ربنا يبارك. بشكرك. بشكر حضرتك. هو بالنسبه لنا ممكن يسمح بقرض مساعده معانا ولا لا؟ اول ما تاخد التصريح وبقى معاك رخصه تقدر تاخد قرض، تعمل بطاقه ضريبيه وسجل تجاري، تشتغل في النور، يبقى عندك تواصل مع الدوله ومشروعك يكبر ان شاء الله. تسلم. الله يخليك. ربنا يكرمك يا حاج مسلم. صناعه الدواجن صناعه جميله. جميله جدا. كمان من الحاجات اللي اولا صناعه الدواجن بتخلي الانسان في قرب من الطائر او الحيوان، ودي بتخليه نوع من التشبع. يعني كتير جدا من المربين بيخسروا، لكن هو بيقول لك انا بحب اشوف الفراخ كل يوم عندها. ما ده التربيه المنزليه بقى في الريف. لا، حتى في المزارع نفسها المربي بيخسر، بس انا دكتور بحب الفراخ اشوف كل يوم الطائر بيكبر عندي يوم بعد يوم بعد يوم. تاني حاجه فيها ربحيه كويسه، بس لو تعمل صح. ولا بيكسب حضرتك لسه بتقولي حتى لو بيخسر بيقول انا بحب اشوف الفراخ. بس انا اقول لك على حاجه، كلنا بنحب الخير، بس صاحب المشروع عايز يكسب. ما ينفعش ان انا ابتدي يعني اسس عنبر، اشتري كتاكيت، علف، ميه، عماله، وفي الاخر كل المربيين بيكلموني يقولوا لنا احنا بنخسر. ما في معوقات، في معوقات للصناعه طبعا، من ضمنها اسعار العلف العالميه ديت عائق. يعني من 10 سنين كانت الاسعار العلف الطن ب 3000 و3000 ونص و4000، حاليا ب 8000 جنيه. كيلو الفراخ كان بكام؟ كيلو الفراخ كان ساعتها ب 8 و9. الوقت حاليا للتكلفه، تكلفه التحصينات مع العلف مع الايجار مع النوافق بتخلي التكاليف الثابته زايده والمتحركه، لكن الربح اللي داخل قليل جدا. لو تمت شويه اسعار العلف قلت شويه، اسعار اللقاحات خاضعت للرقابه، بقى في رقابه على اسعار اللقاحات والادويه عكس البشري. البشري اللقاحات والادويه كلها مسعره، لا البطري في فاريشن كبيره جدا في الاسعار. لو اتحكمت النقطه ديت هتوفر كتير جدا في المرور. هو في مشكله تانية اخطر، ان مفيش حاجه مخطوط عليها سعر. ما دي مشكله ثالثه، لو احنا حكمنا الاسعار هيضطر بعد كده خاضع لوزاره الزراعه تسعر المنتجات سعر اللتر الف دال في مطروح زي القاهره زي اسيوط. يعني انا ممكن اشتريه بجنيه ويكون هو ده سعره هو بجنيه، لكن انا قلقان مش مكتوب عليه ليه. يعني انا لو رحت النهارده اشتري اي دواء من بشري من الصيدليه ولو هو بجنيه برضه هلاقي مكتوب عليه. والمربي بقى اللي بيشتري أدوية قد اللي أنا بشتريها 10 مرات، ما هو مش بيعالج حالة بشرية، لا ده هو عنده عنبر دواجن فيه 5000 وفيه 10000 وعايز يجيب لهم أدوية. يروح الراجل ده بقى يتصدم، هو عايز يتأكد
يعني ادوله، يعني لازم تكون في جهه تطمن الراجل ده وهو بيشتري الدواء البيطري ان السعر مكتوب عليه. يا ام محمد ازيك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. الله يخليك. بقول لحضرتك يا فندم، احنا بنجيب كميات حضرتك احنا في البيت. يا ام محمد. ايوه. سيبك من التلفزيون خالص. ماشي. بنجيب كميات في البيت. ايوه. حضرتك بمجرد ما الكتكوت بيكبر ويبقى حلو كده بيدوخ ويكبش ويروح ميت. بينشا؟ ما بنعرفش ليه. بيكبش. اتحركي بالتليفون، هو انت بتجيبيه منين يا ام محمد؟ بنجيبه من مركز طبي اللي هو بتاع مركز طبي عند الساحه. مركز طبي بيبيع كتاكيت ولا بتجيبيه من مفرخ قصدك؟ لا كتاكيت وبطي وكده. من مفرخ. ايوه. مش من مركز طبي. بعد ما تربيها كده بعد 20 يوم 30 يوم بعد ما تكبر شويه تموت. طيب. عايز اسال على حاجه؟ هو طيب خلاص شوفينا من التلفزيون بقى. حاضر يا ابو محمد. ماشي يا فندم. يعني هو عامه النوعيه دي من المربيين كترت جدا جدا في مصر في اخر فتره. نظرا طبعا لان الحاله الاقتصاديه شويه قلت سنه، فبدأ بعض الناس كتير جدا تتجه لمصادر رزق تانية بجانب. ده بس هو في الريف المصري من زمان. لا احنا بس زادت قوي في الفتره الاخيره ديت. اللي رب 300 في البيت 400 عنده مثلا شقه في الدور الثاني الدور الثالث، اصبح اتجه انا هستثمر الشقه ديت في ان ربي. تمام. هل الشقه ديت معموله بنظام تهويه جيد؟ لا طبعا. هو بيعتمد ان الكتكوت في بدايه عمره بيحتاج حراره عاليه فوق 30 درجه، فيقول لك انا هقفل الشبابيك عشان خاطر الحراره تعلى. مفيش دفايات هنا طبعا. بتمر اول اسبوع اول 10 ايام بتمر عادي، لكن بعد كده الكتكوت دوت او الفرخه ليها احتياجات في الهواء مهمه جدا جدا غير موجوده في التربيه في البيت اطلاقا. ممكن تلاقي تصميم الشقه لسكن البني ادمين لكن مش لتربيه الفراخ او لصناعه الفراخ بمعنى الاحرى يعني. فهنا مثلا حتى كثافه الطيور في الاوضه تكون كتيره جدا، فتلاقي السبله او الفرشه من كتر التكتيم بتعمل ريحه امونيا بتأثر على العين، بتأثر على التحويل، بتأثر على حاجات كتير جدا. هو مش مدركها، يقول لك الفراخ عندي لحد 20 يوم جميله جدا ماشيه كويس. ممكن يكون المكان ده فيه اصابه مرضيه محتاجه ان هو يتطهر تطهير كويس قبل ما ندخل الكتاكيت اللي احنا بنجيبها. ده شيء تاني. والنقطه الثالثه هي بتشتري من مفرخ. المفرخ دوت مش عنده قطيع امهات بتاعه، ده هو بيجمع بيض من مصادر مختلفه. المصادر ديت ما فيهاش اجسام مناعيه متجانسه. فبالتالي الفراخ هتلاقي مثلا فراخ جايه من امهات عمرها 30 اسبوع وفراخ تانية امهاتها 40 اسبوع، ففي اختلاف في الاجسام المناعيه والاحجام حتى بتاع الفراخ بينعكس دوت في عمر البيع او قبل البيع بشويه. تلاقي عندي تفاوت في الاوزان عند القطيع او الحبل عندي مش نفس القطعيه مش نفس الاوزان مش نفس الاحجام. تاني حاجه هو مش بتابع نظام تربيه سليم من ناحيه التحصينات او العجيات. هو مثلا مربى 300 وزاره اللقاح بتعمل 1000 فرخه، فهو بيضطر كتير جدا ما يحصنهاش. يقول لك انا مش هحصن، بس انا لو حصنت الازازه بقيتها هرميها. على فكره بيتصلوا بيا وبيشتكوا من النقطه دي، بيقول لي انا دلوقتي عايز احصن، اروح اشتري جرعه لقاحات تكفي 1000 كتكوت وانا ما عنديش غير 200 ما عنديش غير 500، اعملوا لنا عبوات صغيره شويه علشان احنا على قد حالنا. وده كلام منطقي برضو يعني. تأكيدا لكلام الدكتور انا بحب اشرح لان الدكتور علم وهو بيشتغل على ارض الواقع، بس انا يعني عايز اقول لحضراتكم المكان اللي انت بتربي فيه يا ام محمد لازم يتم تعقيمه وتطهيره بطريقه كويسه جدا قبل ما ادخل اي كتاكيت. النقطه الثانيه ان حضرتك لما يحصل لا قدر الله نافق تاني خدي دجاجه من الدواجن دي واطلعي بيها على الوحده البيطريه وكلمينا، خدي رقم من الاعداد قولي لهم انا عايز اعرف دي نافقت ليه، ايه الاصابه اللي فيها، بحيث لما يحللوها يقدروا يعرفوا سبب النفوق فيبقى عندنا خطوه استباقيه في الدوره اللي جايه ابقى مجهزه نفسي. فانا هتابع معاكي برضو علشان انا نفسي اشوف الخير اللي موجود في الريف المصري يستمر ويزيد عن زمان كمان. استاذ عماد اتفضل. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا بس حابب اسال بس الدكتور. ايوه. اقول له احنا بنعاني في مشاكل كتير جدا فيروسيه وبكتيريه ومش عارفين نسيطر عليها، مش عارفين نلاحق على الامراض اللي موجوده في مجال الدواجن دوت. طب بص يا استاذ عماد انت منين؟ انا من الشرقيه. احسن ناس. انت العنابر بتاعتك شكلها ايه؟ العنابر بتاعتي شكلها عنابر افقيه جنب بعضيها مش فوق بعض.
جنب بعضيها مش فوق بعض. اللي هي مفتوحه او شبه مغلقه؟ مفتوحه. لا يعني شبه هي مكيفه بس مفتوحه. ايه نوع الاصابات عندك يا استاذ عماد في المزارع اللي عندك؟ الفراخ اللي عندي نوعها بياض احمر. كنت جايب السلاله من شركه تترا. من غير تمام مش عاوزين نقول اسماء عشان كده عشان خاطر الدعايه. ايه نوع الفيروس اللي عندك يا استاذ عماد طيب؟ النكاتل يا دكتور، النكاتل مش بيسيبنا بالرغم ان احنا بنحصن وبنحصن كل 14 يوم وبندي التحصينات المستورده، بس برضه مش عارفين نسيطر عليه. غير اللقاحات الميته اللي احنا اديناها في فتره التربيه ادينا اكثر من 6 مرات. طيب الدكتور هيجاوبك بعد ما نقفل معاك، ونقطه ثانيه هكلم الوحده البيطريه القريبه منك هيتصلوا بيك على التليفون ويتابعوا وييجوا يشوفوا المزرعه بتاعتك شكلها ايه. عناية الاثنين. تمام. استاذ عادل من كفر الشيخ اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامح الله يخليك يا باشا. اهلا بيه. الله يخليك يا باشا. بقول لحضرتك يا فندم، يعني عايز اعرف منظومه الدواجن دي يا فندم تاخد على اي رقابه يا فندم؟ لا علف يا فندم ياخد على اي رقابه، لا ادويه يا فندم، لا اي يعني المربي يروح فين يا فندم بين كل الناس دي يا فندم؟ ما عندناش مزرعه يا فندم النهارده يعتبر شغاله يا فندم. بقول لك ايه؟ اتفضل يا فندم. انتوا صحاب في قلب بعض، ده انتوا كله بتوع الدواجن عارفين بعض، احنا اللي هنروح فيكوا فين؟ انا لا يا فندم بحب يا فندم لا في دواء مسعر ولا في علف مسعر يا فندم. لا العلف بص انا خلينا بقى منصفين شويه. العلف هو تبع الاسعار العالميه وانت بتبقوا عارفين سعره اول باول، انا دايما بضم صوتي لصوتكم ان الادويه تمام. البيطريه لازم يبقى عليها سعر، دي نقطه تمام. مفروغ منها يعني ده شيء طبيعي. قول لي ان هو ب 1000 جنيه بس ابقى عارف هو بكام، اعرف سعره الحقيقي. بشكر تمام. حضرتك. النيوكاسل ازمه. النيوكاسل هو من الفيروسات اللي ازمه ومش ازمه في نفس الوقت، لان النيوكاسل من الامراض اللي لها لقاحات حيه ولقاحات ميته، عكس الانفلونزا. الانفلونزا كل لقاحاتها ميته، لكن هو الاستاذ عماد الحاله بتاعته ان هو بيحصن كل اسبوعين. طبعا ده غلط. ليه؟ انا كده بحصن ممكن يكون عندي اجسام مناعيه قويه جدا فهي قمه مناعتها، اجي احصن لقاح حي فيحصل تعادل المناعات ديت. فلازم الاول اكون مدي لقاح ميت اثناء التربيه، هو بيتكلم عنده سلاله بياض، لازم اول حاجه اكون مدي لقاحات ميته قويه جدا اثناء التربيه، تكون اللقاحات ديت ملائمه للعطارات اللي عندنا. تمام. عندنا بالمناسبه جينوتايب 7 وجينوتايب 2 في مصر. تاني حاجه يكون اللقاحات بينها وبين بعض مسافه كافيه. يعني مسافه كافيه؟ لما جد اللقاح الميت يكون على الاقل بينه وبين اللقاح اللي بعديه على الاقل 28 يوم. في بعض الناس من كتر الوسوسه اللي عندها تعمل لقاح ميت بعدها باسبوعين ثلاثه تدي اللقاح الثاني من نفس العطر. طبعا ده غلط جدا. تاني حاجه اللقاحات الحيه، لما جد لقاح حي اراعي بقدر الامكان اخر لقاح حي مديه ثاني تنفسي مثلا على الاقل اسبوعين. في ناس يدي لقاح اي ال تي بعدها باسبوع يدي لقاح تاني لقاح لاسوتا، ما ده هيعمل تداخل او رد فعل مناعي مش هيفيد الفرخه خالص. فانا هنا بالنسبه لي لازم اوازن ما بين اللقاحات الحيه مواعيدها، دي اول حاجه. تاني حاجه اللقاح الحي واللقاح الميت يكون بينهم مسافه. طب بالنسبه للقاحات الحيه هو بيحصل كل اسبوعين، لازم يكون في عندي التحصين يكون مبني على دراسه. يعني ايه على دراسه؟ قبل ما احصن لازم اودي عينات للمعمل اشوف الاجسام المناعيه، هل هي في النازل ولا مستقره ولا بتطلع لسه؟ لو بتطلع لسه ما جيش جنب الفراخ خالص، لو هي مستقره برضه ما جيش جنب الفراخ، قربت تنزل يبقى كده لازم اتدخل باللقاح الحي، كده هيرفع لي المناعه. لكن اللي بيتم في الحقل البيطري بيشوف لون القشره مثلا في البياض لونها فتحت او الانتاج قل، ده نيوكاسل يحصن على طول. ممكن 100 حاجه بتخلي القشره لونها يتغير، 100 حاجه بتخلي الانتاج يقل، اتش 9 يخليه يقل، مايكوبلازما، ايكولاي، اي ال تي اصابه، فكل دي بتخلي الانتاج يقل او لونه في القشره يفتح شويه، فهو بيحصن لك اي تغير في لون القشره او في الانتاج ده نيوكاسل يحصن، وهو يكون عنده مناعته قويه جدا جدا. فالنيوكاسل سهل بس نتعامل معاه بالعقل مش بالعافيه، احنا نتعامل معاه للاسف بالعافيه. للاسف بالعافيه. محددات نجاح عمليه التلقيح التحصين. التحصين ده محددات نجاحه كتيره جدا جدا جدا. في عوامل بترجع طبعا لنوع اللقاح نفسه، وعوامل بترجع للطائر نفسه. يعني من ضمن الحاجات اللي تعمل فشل للتحصين ان الطيور نفسها تكون مصابه بامراض تانية. واجي احصن يقول لك اللقاح موت الفراخ، هو مش موت الفراخ، هي الفرخه كانت فيها عدوى في فتره الحضانه لسه مش ظاهره على الفراخ، وانا بحصن فيحصل التهييج للمرض دوت.
تاني حاجة ممكن أكون محصن لقاح لقاح تنفسي وأنا بدي لقاح تاني، المفروض يكون المسافة بينهم أسبوعين. لا، هنا عندنا برنامج مكثف جدا، وليكن مثلا المنطقة الشرقية، منطقة فيها كثافة في التربية الدواجن عالية جدا جدا جدا، بيحصنوا كمية لقاحات بين التحصين التاني على الأقل 5 أيام عندنا في عندهم في الشرقية. فطبعا لازم نكون مسافة بينية بين لقاح والتاني على الأقل من 10 أيام لأسبوعين. حاجات تانية ترجع للي في حاجات مثبطة، يعني ممكن نكون بأكل علف في سموم فطرية، هو الراجل مش عارف العلف متخزن عنده بقاله فترة كبيرة، قاعد في المينا فترة، قاعد في البحر فترة كبيرة جدا، فبيعمل أمراض تثبيط مناعي فيؤدي برضو إلى فشل التحصين. ممكن وجود أمراض تانية في المزرعة زي الجمبورو، لو أنا جيت حصنته في إصابة جمبورو أو في نهايتها الجمبورو ده بيهد جهاز المناعة، فلما أجي أعمل لقاح مش هيكون أجسام مناعية. أي، لأن الجزء المسؤول عن تكوين المناعات هو أصلا مصاب، صح، فكده مش هيدي أجسام مناعية. ولكن حصنت اللقاح الميت نيوكاسل مداش مناعة، ما هو أنت أصلا عندك إصابات. إصابات تانية زي الكوكسيديا، لو عندي إصابة كوكسيديا بتعطل لقاح الملك، الملك لقاح مناعاته موضوعية، فلما أجي أحصن كوكسيديا بتهد الجهاز الغشاء الطلائي للفرخ، فبتخلي مناعات الملك تبوظ. يجي راجل في العمر مثلا بياض عمره 200 يوم ولا حاجه او 30 اسبوع عنده اصابات بالمرك، وحصل مرك في المزرعه وحصل مرك في المفرخ وعنده اصابات، لكن المرك ده بتاع الشركه ديت بايظ. هو مش بايظ، انت عندك اصابات جت اثناء فتره التربيه من دورها ان هي بتعمل تثبيط مناعي او بيهد الاجسام المناعيه اللي اتكونت. تمام، كل دي حاجات بتؤدي العمر لفشل التحصين. هنلتقط انفاسنا شويه مع منظومه جميله جدا في مصر، استطاعت الدوله ان هي في وقت قياسي بتوجيهات واضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يتحقق فيها نجاح، منظومة تجميع الألبان في مصر. كوب اللبن لازم يكون آمن، لازم يكون مطمن انا بقدم ايه لولادي وليا انا كمان، في نفس الوقت عندي صناعة الألبان في مصر وبصدر منتجات، فانا عايز يبقى ليها مكانة متقدمة. عندي مربي لازم يكون عنده سعر عادل وهو بيسوق منتجاته او ألبانه، ده كله بيتم النهاردة في تطوير مراكز تجميع الألبان. هطلع معاكم أشوف أحد مراكز تجميع الألبان التابع لشركة الخيرات، ونستكمل مرة أخرى الصندوق الأخضر. بنبدا الاستلام من الساعه 6 صباحا بحيث البكتيريا ما تشتغلش مع اللبن. كمواعيد استلام اللبن، اول حاجه اختبارات الحموضه، اختبارات الكثافه، اختبارات الدهن، دي الاختبارات المتاحه وحموضه اللبن. جهاز ايكو ميلك تحليل اللبن بيدي 6 قراءات، كثافه اللبن، الدهن، البروتين، 6 قراءات بيعطيهم الجهاز. اي عينه، اي مورد بيخش بياخد منه العينه زي الجهاز زي ما حضرتك شايف كده، والعينه بتطلع خلال اقل من دقيقه. مجرد بتثبت ان العينه جيده بيتم توريدها على الباء، وطبعا مع خبره السنين بيبقى التعرف على اللبن اسهل، تعرف لان احنا في مجال الالبان من اكثر من 20 سنه.
اهتمام وزاره الزراعه هيئه الطب البيطري ووزاره الانتاج الحربي باهتمامهم بالفلاح وتطوير الفلاح من اصغر فلاح بيجيب نص كيلو للمزارع اللي هي المتوسطه المزارع النظاميه اصبح ان في زياده في كميه الالبان. وزاره الزراعه مهتميه جدا بالفلاح. وزاره الانتاج الحربي في بروتوكول تعاون ما بينها وما بين شركه الخيرات للاستثمارات الزراعيه في التعاقد في 1000 قسط ستانلس هيتوزعوا على الفلاحين بحيث ان انا اكون مقلل من كميه العدد البكتيري في اللبن ونظافه اللبن وجوده اللبن بحيث ان اللبن يجي من مركز تجميع من الفلاح لمركز تجميع للشركه للمستهلك بصفه امنه وسليمة تماما للمستهلك. مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الصندوق الأخضر. أنا رجعت بسرعة عشان خاطرك أستاذ محمد من الأردن. يا أستاذ محمد أهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ الدكتور بيسلم عليك. أنت عامل إيه يا أستاذ محمد؟ أستاذ محمد عامل إيه؟ الحمد لله. مرحب بيك. أنت في الأردن دلوقتي؟ أنت في الأردن، أنت في الأردن دلوقتي؟ آه. مزرعتك فين بقى في مصر؟ أنا في الصعيد، المنيا. في المنيا، قول لي طلباتك إيه؟ احنا اول حاجه لما بنيجي نلقح لقاح الجمبوره الفراخ بترشح بتفلوج، يبقى عندها دور برد كده ويكون عند الطشمه اللي بيقول عليها والنخطه اللي هو صوت اللي هو بيعطس. بتعمل لقاح عند عمر كام يا استاذ محمد؟ لقاح الجمبوره على طول، يعني في ثاني يوم يا اما اول يوم في بعد المغرب بالليل كده بيبان على الاعراض دي. انت بتديها لقاح على عمر كام يوم؟ على هو على 13 و14 الجمبوره. تمام. وبعدين الفراخ نوعه ايه يا استاذ محمد؟ الاولاني لا الاولاني كويس اللي هو فيه حاجه ما مخلوط، احنا بنحط نديله لقاحين، الاولاني على عمر 7 والثاني على عمر 15 او 14 او 13 اللي هو الجمبور. يعني انت بتحصل بتحصل مرتين جمبور يا استاذ محمد؟ النظام دلوقتي في البلد عندنا والفراخ تيجي على عمر 35 36 لما يحصل فيها نافق. طب اسم دقيقه واحده بس ركز معايا، انت بتحصل جمبوره مرتين ولا مره واحده؟ لا مرة واحدة بس. مرة واحدة على عمر 15 او 14 يوم. اه. وبعد كده بعد ما بتحصن بيوم ولا باتنين بتقول لي بيبقى فيها زي عطسة كده وكتمة نفس. مظبوط. بتيجي على عمر 36 يوم يبقى فيه نفق. فيه نافق. بنسبة كام في المية من القطيع؟ يعني ممكن نطلع في احنا بنربي ساعات 1500 او ساعات 1000، بنطلع في ال 13 14 كل يوم. بتحصن جمبوره بتحصن جمبوره مية شرب ولا تقطير يا استاذ محمد؟ 13 فرخة نابت. بتحسن مية شرب ولا تقطير؟ لا مية شرب. مية شرب. المية عندك كويسة؟ اه. طيب. نعم؟ المية عندك كويسة في المنيا؟ اه المية اه المية كويسة. بقول لك يا استاذ محمد. بشرب منها. اتفضل. انت في الاردن دلوقتي فين في الاردن؟ معلش مش لازم اقول على الاسم يعني المحافظة بس في الشمال يعني. طيب. يعني انت بتشوفنا من انت في الاردن. تابعنا بقى من التلفزيون وما تقفلش الا لما تدي بص ايه ما تقفلش الا لما تدي الاعداد رقم تليفونك في مصر، حد يكون في مصر عشان اخلي الطب البيطري يروح يزور المزرعه. طب يا ريت والله. خلاص ما تقفلش، خدي منه الرقم يا سهام، رقم حد من قرايبه في المنيا عشان نخلي الطب البيطري يكلمه. بشكرك يا استاذ محمد. تحب تقول له ايه؟ هو بالنسبه لل هتكلم في نقطتين، اولا جو المنيا فعلا جو يعتبر شبه قاري، المنيا واقع ما بين جبلين الشرق والغربي، فالجو بتاعها فعلا بيكون صعب جدا جدا في التربيه. بيكون بالنهار حر قوي وفي الصيف برد جدا جدا جدا، وده بيعمل نوافق فعلا في العمر الكبيره نتيجه قله اكسجين في الـ في الـ في المزارع هناك. ده اول نقطه خاصه بالمنيا وديت بعيدا عن شغل هو يعني. النقطه الاهم لقاح الجمبوره. هو بيقول بيحصن عند عمر 14 يوم. لقاح الجمبوره بالذات لازم اعمل فيه حاجتين، اول حاجه اقيس المناعات عمر يوم في الكتاكيت، اعرف المناعات اللي جايه من الامهات هتنتهي امتى. تاني حاجه على اساسه هختار حاجتين، هختار وقت التحصين ونوع التحصين. بمعنى ايه؟ هختار مثلا التحصين لو ما عندي المناعات الاميه، الامهات ديت عمرها مثلا فوق ال 50 اسبوع، هكون مناعاتها خلاص انتهت. فبالتالي المناعات المورثه للكتاكيت قليله جدا، فادخل باللقاح بدري شويه
عند 11 يوم او 12 يوم على حسب المناعه اللي عملتها اول يوم. طب لو الامهات ديت بشائر هكون مناعتها عاليه قوي، احصن في اللحظه دي عندي ايه اسبوعين او 15 يوم، هو بيحصن عمياني ما قاسش مناعات. تاني حاجه نوع التحصين اللي داخل بايه، هل هو تحصين متوسط الضراوه ولا شديد الضراوه ولا ضعيف. واضح ان هو بيحصن نوع واحد غالبا بيكون متوسط الضراوه، فكده هو بيبقى فيه جاب او فيه مساحه فاضيه ما فيهاش اجسام مناعيه ما بين نزول الاجسام المناعيه بتاعه الام واللقاح. الفتره ديت ممكن يصفها باي حاجه. تاني حاجه هو بيحصن عند عمر اسبوعين، في التوقيت دوت بيكون في نشاط كبير جدا لبعض الميكروبات زي الاي كولاي، فبيحصن من غير ما يدي جرعه مضاد حيوي نظافه شويه. المفروض لو حصن لو انا بالطريقه بتاعته ادي حاجه بروبيوتيك او حاجه تنفسيه شويه بحيث امهد السكه للقاح ما يعملش رد فعل. اللي بيحصل عنده ده هو بيحصل بعدها بيومين ثلاثه يلاقي طشمه يلاقي عطسه، كل الحاجه دي كلها نتيجه وجود عوامل بكتيريه بتاثر على اللقاح. مش كده وبس، اللقاح نفسه مش بيؤدي في الطريقه ديت، مش بيؤدي بالطريقه المثلى ليه، مش بيدي مناعه 100%، فبيظهر افراد كتير جدا ما شربتش فتكون مناعتها قليله او حتى من غير مناعه خالص، وافراد ثانيه شربت. ده حاجه. الجزء الثاني ان الاصابات بالجمبوره بتنعكس بعد كده في العمر المتاخر لانخفاض المناعات. ليه؟ قلنا بكده الجمبوره بيأثر على غدد فابريشيوس، والفيديو ده هي مسؤوله عن انتاج الاجسام المناعيه لاغلب الامراض بتاعه الدواج اللي هي الهيومرال الايميونيتي. فهو لو طالما حصل ديفو في لقاح الجمبوره هينعكس بقى في تحصين النيوكاسل، تحصين الانفلونزا، تحصين الاي، كلها هينعكس عليه بالسلب، هو حصن بطريقه مش كويسه. انا هستأذنك في حاجه، عايزك تجمع لي تاني الامان الحيوي اهم النقاط، لان دي يهمني جدا. ملف الامان الحيوي داخل مزارع او عنابر الدواجن هو مساله يعني الحياه او موت، عشان تنجح في التربيه لازم يبقى عندك امان حيوي. طب نقول الامان الحيوي في ايجاز كده، الامان الحيوي ايه هو؟ الامان الحيوي هو مجموعه الاجراءات او الاشتراطات التي يجب اتخاذها حتى نمنع وصول المصاب المرضي الى المزرعه. يعني انا بعمل ايه؟ انا طب ايه هي مصادر العدوى عندي في المزرعه؟ عندي مصادر العدوى قلنا اول حاجه الامهات، ثاني حاجه بنعمل تفريخ خلاص مش هنتكلم عليهم، ثالث حاجه اللقاحات الحيه، رابع حاجه العامل بتاع المزرعه، ايديه نظيفه مش نظيفه، رجليه، الشوز اللي بيلبسه، الملابس بتاعته، دي كلها مصادر عدوى. خامس حاجه او سادس حاجه الزوار، هل المزرعه دي بيتم زياره ناس بره المزرعه للمزرعه؟ ده شيء مهم جدا جدا كمان. هل المزرعه جنبيها مزارع مصابه ثانيه؟ لو في جنبها مزارع مصابه تعرف تلقائي كده اي اصابه تيجي في المزرعه اللي جنبها هتنعكس عليها على طول. تمام كده. الطرق التخلص من النافق، هل بيتم التخلص من النافق بطريقه صحيه؟ هل بحفر وبعمل بركه فيها مثلا جير حي وبردم بطريقه كويسه، بحط عليها فورمالين ولا لا؟ التخلص من النافق بيتم عندنا للاسف بطريقه مش صحيحه، الناس بترمي النافق في الترع والمصارف، يجي الطيور المهاجره زي الغربان او الحاجات دي كلها تقف على الطيور دي كلها، تنتقل او العصافير تخش مزارع تانية سليمه فتنقل العدوى ليها. فاحنا عندنا التخلص الامن من النافق مش بيتم بطريقه سليمه. هل عندنا العلف ملوث ومش ملوث؟ العلف ده ممكن يكون نوع ما في بعض الامراض، مثلا واحد عنده دوره باعها كلاله او باعها فرزه فباقي عنده علف من الدوره اللي فاتت، العلف ده كان فرقه بتاكل منه فيها اصابه فالاصابه فضلت في العلف، يجي ياكله الدوره اللي بعدها ينتقل المرض اللي كان دوره قبلها للدوره دي. المايه نفسها هل فيها اصابات ولا ما فيهاش اصابات؟ بعض الباثوجين، بعض المصابات المرضيه ممكن تنتقل برضه. تمام كده. دي كلها عوامل مصادر امن حيوي. طيب انا عندي الامن الحيوي ده طبقته كويس، طب حصل ديفو ودخل المصاب المرضي للمزرعه، في بقى حاجه اسمها الاقصاء الحيوي اللي هو ايه؟ عدم انتقال المصاب المرضي من عنبر للتاني. طب انتقل بقى، احافظ على عدم انتقال المصاب المرضي من المزرعه كلها للمزرعه المقابله. طب ده عشان خاطر يحصل يعمل ايه؟ الصح جدا ان اعمل توحيد الدخول وتوحيد الخروج للمزارع. تمام. في امريكا بيتم دوت، واوروبا طبعا، الولايه كلها بتدخل في نفس التوقيت وكلهم بيدخلوا نفس مثلا ده كله هيربي بياض، الولايه كلها هتربي تسمين. احنا عندنا بيتم في مصر مش كده خالص، ممكن تلاقي المحافظه الواحده فيها امهات وبياض وبلدي وتسمين وساسو كل ده بالعكس، ده انت ممكن تلاقي داخل المزرعه الواحده كل ده اعمار مختلفه
طب ليه بتعمل كده؟ يقول لك لا عشان خاطر اضمن السوق. لو عندي السوق مثلا في بكره مش حلو يبقى عندي عمر تاني على طول. ده كتير جدا. ده في بعض المزارع كمان في الشرقيه بشيء بشيء اذكر يعني بتربي بط ورومي وفراخ تسمين في نفس المزرعه. يقول لك عشان دوره رمضان وفطار الاخوه المسيحيين فنضمن ايه السوق ده هنا وهنا. لو حتى فراخ باظت يبقى عند الرومي كويس. عايز يمسك كل المواسم وفي الاخر بتحصل عندك مشاكل وبيحصل عندك نافق. استاذ محمد بن الفيوم اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سامر؟ اهلا بيك يا حاج محمد منور. عامل ايه يا باشا؟ الله يبارك فيك. ربنا يحفظك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا حاج محمد. سامح بالنسبه للمزارع السمك اللي موجوده عندنا على بحيره قارون. ايوه. المزارع ديت بيلموا لها النفايات اللي هي بتاع الفراخ اللي هي الفضلات بتاع الفراخ ويجيبوا لها. طب عايز اسالك سؤال يا حاج محمد بس. ها؟ هسالك سؤال. اتفضل. انت بتشتغل ايه؟ انا والله انا كنت موظف ومشغول على المعاش. طيب اسمعني علشان هعرفك حاجه مهمه جدا من التلفزيون. طبعا. تمام؟ بشكرك. اتفضل. يا جماعه اتكلمنا في الملف ده كتير جدا. ما ينفعش نسوق لاشياء مغلوطه. الاسماك لا تاكل دواجن نافقه. فم السمكه نفسه ما يقدرش. دي نقطه. النقطه الثانيه اي صاحب مزرعه سمكيه عنده حوض سمك بياكله علف عشان يحصل عنده معدل تحويل لانه لو دخل سموم من دواجن نافقه في الميه السمك بتاعه مات. هيحصل عنده نفوق فهيخسر. النقطه بقى المهمه بقى اللي عاوزكم تعرفوها. في تسميد عضوي للمزارع اللي هي الرمليه الارض الطينيه. ده تسميد بيتم قبل عمليه ضخ المياه علشان نخلق او يبقى متواجد الكائنات الحيه الدقيقه اللي هي الطفيليات اللي موجوده في البيئه الطبيعيه عشان السمك يتغذى عليها. اللي يقول لك خلي بالك ما تاكلش اسماك اصل السمك المزارع ده بياكل دواجن، قول له ازاي؟ يعني انت كده حاجه بعقلنا نبص كده ونشوف ربنا سبحانه وتعالى خلق الاسماك ازاي وطبيعه تناولها. ده احنا حتى في مصانع العلف اللي موجوده في مصر يقول لك العلف ده للاسماك او للذريعه اللي هي عمر شهر، ولما يبتدي السمكه حجمها يكبر والفم بتاعها يكبر شويه بيبقى في نوع تاني من العلف والعلف الطافي. الاستزراع السمكي في مصر مهم جدا واقتصاد جميل جدا، بنوفر للمواطن بروتين بسعر مناسب. لما نيجي نتكلم في ملف لازم نبقى متاكدين منه، ما نخليش حد يسوق لنا صوره مغلوطه. استاذه هبه من الغربيه اتفضلي. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال سؤال؟ اثنين وثلاثه. طب انا كنت مربيه عندي في البيت. لا اتحركي بالتليفون يا استاذه هبه عشان انا نفسي اسمع. انا كنت عندي فراخ. كنت مربيه ايه؟ فراخ. تمام. في البيت عندي. تمام. جه عندهم طمش. جه عندهم ايه؟ طمش. طمش يعني ايه بقى الطمش؟ طشمه طشمه طشمه. يعني كان عزيز. يعني ايه؟ برد. برد يعني. اه. على عمر كام يوم؟ ايه كان على عمر 15 يوم. وبعدين؟ فانا الدوره فانا عايز. طب بص يا استاذه هبه. نعم. صوتك مش واضح، سيبي رقمك مع سهام. وهنخلي الطب البيطري يكلمك ونعرف انت بتشتغل ازاي وتربية المنزليه اللي عندك شكلها ايه، واي مساعده علميه او اي تقنيه او تجيبي الكتاكيت منين من برنامج الصندوق الاخضر هنساعدك فيها ومش هنتاخر عنك. سيبي بس رقمك قبل ما تقفلي. بشكرك. هي نفس المشاكل بتاع التربيه المنزليه اللي هي الطشمه عند عمر اسبوعين او ثلاث اسابيع. دي نتيجه التهويه مش كويسه لانهم بيربوا في اوض زي ما قلنا من شويه. الاوض ديت بيكون شبابيك مش ما هياش قصاد بعضها. مفيش تيار هواء متجدد يدخل ويخرج للاوضه. ده الامان الحيوي اللي اتكلمنا عنه. بالزبط. يا دكتور احمد حضرتك نورتني واتمنى ان احنا مستمرين في اللقاءات دي. التوعيه والارشاد ده علم ينتفع به. عايزين ناخد الثواب ده، عايزين نشتغل عشان يبقى عندنا التربيه المنزليه والتربية الريفية موجودة وبنطبق فيها الأمان الحيوي، نحافظ على صحة الإنسان ونحافظ على وجود الخير في قرى ومحافظات مصر. أما صناعة الدواجن فهو ملف مهم جدا بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للمواطن. بشكر حضرتك الدكتور أحمد ماهر أستاذ مساعد بالمعمل المركزي للرقابة على اللقاحات البيطرية. شكرا جزيلا. شكرا جدا ليك. مشاهدي برنامج الصندوق الأخضر وإحنا بنتكلم معكم النهاردة في نهاية حلقتنا عايز أقول إن وإحنا بنتكلم على صناعة الدواجن
هي كثيفة العمالة، رأس مال كبير، بنحقق توازن في توافر البروتين في السوق المصري. صناعة من الصناعات الناجحة في مصر، والمستقبل القريب هيكون ناجح جدا، خصوصا ان الدولة وفرت مشاريع للتوسعات ومشاريع لتحويل العنابر المفتوحة الى مغلقة بفايدة بسيطة. النهاردة احنا بنتكلم على ان في منشآت في مصر تم الاعلان عنها خالية من انفلونزا الطيور، فدي بارقة امل. رحلتي مع الزراعة والانتاج والعمل ومع تقنية معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر، دايما بأكد على شيء مهم قوي. لما باجي اتكلم عن العلم والمعلومه كنت في البدايه بلاقي مشقه كبيره جدا، لان كان لسه محدش طبق هذه التقنيه. النهارده انا بنزل وبتابع وبصور وبتكلم مع المزارع اللي هو صاحب الارض وصاحب المصلحه والمنفعه في مدى نجاح هذه التكنولوجيا داخل ارضه. نجحت؟ قدرت تتغلب على ارتفاع نسبه الملوحه في المياه والتربه؟ شكل الشجر بقى ايه والمحاصيل؟ جوده الثمره نفسها اختلفت؟ الكلام ده انا بحب اسمعه من الفلاح المصري. هسيبكم مع جولتي مع الفلاح المصري وأقول لكم أشوفكم على خير إن شاء الله في الصندوق الأخضر. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى في اسأل مجرب. كل نقطة مية قادرة تدخر من غير حدود، وفي ايدينا عملة نادرة تزرع الصحراء ببرود. الفلاح نفسه بيحاول يدور على حلول وبيحاول يجتهد. انا معاكم النهارده في منطقة العميد، هتعرف على نوعية التربة، جودة المياه، ايه المحاصيل المنزرعة. اول ما جينا بدأنا زرعنا خضار، وزرعنا طبعا الفاكهة بتاعتنا، احنا فلاحين فاكهة. الزراعات كانت كويسة، النتائج كانت كويسة. سنة ورا سنة بدأت الدنيا تتدهور، أملحت زرع التربة. عفان، تدهور في الزراعة بطيء كده، مشاكل كتيرة. تدهور في الإنتاجية، عفان. كنت زارع برضو التفاح، وكنت زارع قبل كده عنب وقلعته. قلعته صعبة أوي الكلمة دي. زارع قبل كده عنب وقلعته. إن أنا أزرع حاجة وأصرف عليها وأشتري شتلات وتكبر قدام عينيا وبعد كده أقلعها. ما بتشرب ميه مش مظبوط. لما 700 جزء في المليون عملت كده في زرعك، ابتديت بقى تجيب مضادات املاح زي ما بتقول. دي كانت بتبقى مكلفه عليك. مكلفه جدا. جدا جدا جدا. معالج الاملاح يعني عشان اعالج في الشهر مره واحده بس ب 1000 جنيه. بقالك سنتين ونص، بعد قد ايه ابتدت تظهر النتيجه عندك؟ يعني حسيت ان الزرع فاق امتى؟ بص حضرتك، انا اول ما اكذبش عليك، انا عملت له تيست. عملت له تيست، جبت بذره وزرعت. تمام. معدل الانبات عاوز اقول لك 100%. ما بتدخلش مبيدات زي الاول؟ لا، ما بتجيبش مبيدات زي الاول طبعا. ومبيدات العفان انت برضو ما عدتش بتجيب مبيدات عفان. أيوه. ماشي. لو جبت بتجيب حاجات بسيطه، لان طبعا كل ده مسبباته كانت الملوحه. أيوه. طبعا الجهاز الحمد لله خفض الحاجه ده بنسبه 80%. الملوحه هي برضو بتعمل مشاكل جامده في الارض، وبتعمل عفن، وبتعمل حاجات يعني مشاكلها كتير. ما ايه، وبعدنا مشكلة بتبان على ايه؟ بتبان على الشجر والانتاجيه وكل. وكنت بتحاول تحل المشكله دي ازاي بقى؟ بنستخدم سالوكس او سالكس بلس. يعني تستخدم مضادات املاح بدون ذكر اسماء؟ مضادات املاح. ايوه. وكان بتجيب معاك نتيجه؟ ما بتجيب نتيجه، بس برضو مصروف عالي. تكلفه؟ ايوه عالي. عايزك تيجي كده حط ايدك في ايدي ونبص للكاميرا دي ونقول للمزارعين، نكلمهم ونخاطبهم، نقول لهم المردود الاقتصادي، لان الفلاح شاطر جدا اقتصاديا. انت حققت ارباح، انتاجك زاد. انا عايز اسمع من المزارع. انتاج يزيد. أيوة. ماشي. طبعا بتخف انت من المبيدات بتاعتك. ماشي. تسميداتك بتخفها. ماشي. الاملاح طبعا طالما خفت، ما عادش اللي هتيجي معاك املاح، ما عادش فيها عفان. ماشي. انما التوده بتخف. ماشي. كل دوت من الجهاز والحمد لله. ليه تسيب الميه مالحه والشجر يطرح صفار؟ بتخلي الارض صالحة والصحارى تزيد خضار. هذا البرنامج برعاية We'll be right back.
تيفيتا لإعلاف هرمان، خبرة ألمانية بأيدي مصرية.